إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، ضواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة المكانسة، أحد المناطق المهمشة نقولها بحال ما هكا، يعني مهمشة جدا جدا. هذه اللي حنايا دابا دايزين حدايا راه روضة، يعني هذه مقبرة كي غادي نقولوا مسكين. هذه المقبرة هذه مهملة حشومة، نقولوا هكا نقولوا ما ديها فيها حتى واحد، عيب وعار علينا. الزبل فين ما مشيتي في هاد الانحاء ديال هاد المقبرة، الزبل فين ما مشيتي كاين شي واحد زعما من الناس مسؤولين بالمنطقة ولا شي واحد اللي كيجي يشوف في هاد الروضة هادي، مع العلم ان قريبة هنا الساكنة. اصلا ندوي على الساكنة ديال هاد المنطقة هادي، نقدروا نقولوا ان حتى الطوار وحشاكم ديال النفايات ما كاينينش في هذه المنطقه بصفه نهائيه. يعني عندك شي ميكا تقدر تلوحها قدام دارك، قدام دار جارك، قدام دار اي واحد. حنا هنا قدام الروضه غادي ندوزوا دابا من حداها، يعني ما كاينش شي واحد اللي كيديها في هذه الروضه ولا في هذه المنطقه. وهنا دار تجمع كبير كيكون ديال الازبال، هما باقين وقايله كاع النفايات هنايا. من العيب ومن العار ان تقريبا نقولوا واحد 5000 عائله كاينه هنا، وبزاف ديال الساكنه ما عندهمش طوارو فين يلوحوا الزبل. تخيل انه طوارو فين يلوحوا الزبل ما كاينش. تخيل كذلك عزيزي المتابع انه كاين واحد الجامع فيه بلاصه فين كيصليو العيالات وين صغيره، اضطروا باش يديروا واحد الدالو، ها هو الجامع انفاس معنا، اضطروا باش يديروا واحد الدالو باش ان العيالات يبقاو يصليو فيه. للاسف جاو السلطات ريبوا داك الدالو حيدوه، دابا العيالات كيجيو ما كيلقاوش فين يصليو، كيعاودوا عاوتاني يرجعوا. ها هو الجامع، كنظن بلي الرؤيه هنا واضحه. وهنا كذلك بلايص اخرين عاوتاني فين كيتلاح الزبل، كيف ما قلنا ما كاينش بلاصه ديال الطوارو. هذا هو المسجد اللي دوينا عليه. تخيل انه في هذه المنطقه ما كاينش فين يصليو العيالات، كيف ما قلت راه نقدروا نقولوا 5000 عائله اللي تقدر تكون هنا، فين بلاصه فين يصليو العيالات ما كايناش. مع العلم ان هنا زعما يعني كاين منطقه اللي هي صناعيه، يعني موفر كل شيء. حنا كنشوفوا هاد الازبال هادو، دابا اللي كيسمع المكانسه الفوق كاينين هما جوج مكانسات تقريبا. شوفوا هنا الازبال كيفاش دايره الدنيا، شوف هذا هنا واحد القاضيه، هنا قادوس ما كاينش. جميع انواع ديال الاهمال تقدر تلقاهم في هذه المنطقه ديال المكانسه، كازابيس الحفاي، اي حاجه مخالفه للقانون تقدر تلقاها هنا. قادوس ما كاينش الغطا ديالو، الزبل ما كاينش، طوارو ديال النفايات، الناس فين يصليو ما كاينش فين يصليو، مرافق عموميه في المنطقه ما كايناش، قواد ما كاينينش. مع العلم ان هنا يعني كاينه هنا كاينين ساكنين مسؤولين. هما الزبل عاوتاني، شوف هاو عاوتاني الزبل، الزبل فين ما مشيتي، الزبل امام المسجد ديال الجامع فين ما مشيتي كاين الزبل. واحد ولا جوج الناس ولا جوج ديال هذا هو الجامع اللي دوينا عليه، هو هذا اللي ما فيهش الناس فين يصليو العيالات، ما فيهش فين يصليو هاد الجامع. تخيل انه في هاد الشهر الكريم وهاد الشهر ديال الغفران وشهر رمضان ما كاينش فين يصليو العيالات في هاد المسجد هذا، ضالو حيدو، قال لك اسيدي ممنوع الضالوات. نقوم بكم بجوله في هاد المنطقه اللي اقصى واقدر حاجه نقدروا نقولوها انها مهمشه ديال بصح ديال بصح، ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تفرح هنا في هذه المنطقه هذه. نقدروا نوريوكم مازال رؤيه وحده اخرى ومناطق اخرى اللي فيهم بزاف ديال الساكنه. حنا دائما كنهضروا على المنطقه ديال المكانسه، وهذه اللي حنا دابا اونفاس معايا راه مقاطعه، اكبر مقاطعه فيك هي المكانسه، ولا من يحرك ساكنا. الساكنه هنا مساكن مغلوبين على امرهم. شو هنا عاوتاني قبيله شفنا قادوس ما فيهش
ما فيهش غطاء عاوتاني قادوس واحد اخر عاوتاني ما فيهش. تخيل ان هنا الناس بالليل كاين اللي كيضرب هنا كاين اللي كيتشقلب موطورو ما سوقهمش حتى واحد ما سوقو مسؤولين كاينش اللي كيدوي على هذه البلاصه هذه كاينش اللي كيدوي عليها ما كاينش اللي كيشوفها وحنا هنا راه كندوي على هذا القادوس وفاس مع مقاطعه هنا هذه اللي ورانا حنا راه مقاطعه وهذا قادوس واش هذه المقاطعه ما شافوش هذا القادوس ما عرفتش شو نزبل عاوتاني الزبال طوار راهم مشقلبين الدنيا مشقلبه خويا انت اللي قلتي خير صلاه المراه في منزليها ويديروا بعدا خويا غير فين تصلي المراه راه كاين عيالات كبار كاين جداتنا اللي كيبغيو يمشيو يصليو كيديهم بواتنا كنديهم حنا انت غادي تكون عندك اخويا الجده ديالك اللي كتبغي تمشي تصلي في الجامع عندك الاخت ديالك عندك يعني شي واحد من عائلتك اللي غادي تبغي تمشي تصلي ها عاوتاني قادوس اخر عاوتاني قادوس اخر عاوتاني اللي ما فيهش الغطاء هنا واحد المنطقه بعدا اللي ما كتخواش حتى هي محسوبه على المكاسه الحفايه ما كاينش زعما شي حاجه اللي كتفرح في هذه المنطقه هذه وانت يا اخي المصطفى اللي قلتي خير صلاه المراه في منزلها نوفروا بعدا وديك الساعه نقولوا لها صلي في دارك ولا هي وحنا نقدروا نحرموها من هذا الاجر شهر العباده هذا ما خاصكش تقولوا هكا هذا شهر ديال كيبقى شهر ديال العباده نقولوا انه ما كاينش شي بلاصه اللي كتفرح هنا شوف الزبال كيفاش داير شوف البنايات هنا بعدا كيفاش دايره هما البنايات شو الغيز شوف الغيز شوف ما كاينش حاجه اللي كتقول هنا راه بدا الاصلاح ولا بدات شي حاجه شو الزبل فين ما مشيتي كنظن انه خاصه تدخل عاجل من كبار المسؤولين بالمنطقه باش يجيو يشوفوا الروينه اللي كاينه في هذه المكاسه وفي هذه الحفايه وفي هذه كازابيس وفي المناطق النائيه اللي اكثر حاجه نقدروا نقولوا عليهم هي انها مهمشه ديال بصح والقمه ديال التهميش نقدروا نقولوا ان دار الشباب هنا ما كايناش ما خداماش نقدروا نقولوا كذلك من غير دار الشباب ما كاينش شي مراكز اللي يقدروا الشباب يستافدوا منهم وحنايا على غفله كنشوفوا الناس مخرجين الزبل ديالهم باش يلوحوا دابا هادشي على غفله يعني انت شوف على غفله سبحانك يا عادي شحال ديال الازبال شحال ديال الروينه ما كاينش شي واحد اللي يدوي على المنطقه ديال هنايا ديال الله يسهل الزبل فين ما مشيتي والروينه فين ما مشيتي نعاودوا نذكروا انه دار الشباب ما كاينش هنا اللي يقدر يهضر على هاد دار الشباب اللي كاينه هنا واش من رغم ان يعني كاع الاحياء الشعبيه كنعرفوا ان فيهم تبارك الله بزاف ديال الساكنه ودوك الساكنه كاملين عندهم وليداتهم واش هاد الساكنه كاملين وليداتهم ما فيهمش واحد اللي يقدر يخرج ممثل الا وفرنا ليه مثلا دار الشباب ملاعب ديال القرب ما ندويش عليهم وحنا كنقولوا علاش الدراري كيخرجوا كيكميو الجوانات وكيكميو الكوار وكيكميو وكيديروا وكيفعلوا وكيتركوا هو راه ما كاينش دار ديال الشباب ملعب ديال القرب لهاد الساكنه كامل ما كاينش ملعب ديال القرب شو شحال ديال القلاوات هنا واش ما نقدروش ندير واش اللي تبارك الله انا تبارك الله شو شحال ديال الناس اللي عندهم فلوس هما اللي خدامين في هذه المنطقه نقدروا نقولوها بهذا المصطلح هذا وما كاينش ملعب ديال القرب في هذه المنطقه هذه ملعب ديال القرب فين يلعبوا الشباب ما كاينش في هذه المنطقه هذه في حين انهم موفرين بلايص ديال البنايات وديال داكشي نقدروا نقولوا تقريبا 5000 6000 حتى 9000 عائله اللي كاينه في المجموع ديال هذه المنطقه ما عندهمش ولا ملعب ديال القرب هنا هنا كان خلا ردوا دابا ديبو ديال الجليج هنا كذلك ديبو ديال الجليج هو كان خلا اللي قبل منه حتى هو ديبو ديال الجليج حتى هو كان خلا عرفت الساكنه ديال شو الناس باقيين كيسقيو الماء باقي صراحه ما يمكنش هادشي اللي كيوقع هنايا بكل خروقات بكل ما تحمل الكلمه من معنى نقدروا نقولوا انه جميع انواع الخروقات تقدر تشوفهم وتلقاهم هنايا من سوا ديال البني من سوا ديال السكن العشوائي من سوا ديال
المسؤولين ما دايرينش خدمتهم من كلشي ما كاينش. انا نتمنوا من الاخر نعاودوا اننا شكرا لك خويا بوشوي ديما ويدات، شكرا لك كنحييك اخي. وحنا راه في الخدمه دائما حبيبي، في الخدمه. نلقاكم ان شاء الله في مباشر اخر اللي كيخلينا نهضروا على هذا الشيء، وهو الغيره ديالنا على هذه المناطق والغيره ديالنا، وكذلك الرسائل ديال الساكنه اللي كتوصلنا بحال شتا هنايا في هذه المنطقه. نتمنوا من الله خير، نتمنوا من الله اننا نشوفوا تحرك ديال المسؤولين ديال المنطقه. راه الناس هنا ما صوتوش عليكم باش تبنوا الفيلات وباش تدوروا على الديوره ديالكم وباش تشريوا الاراضي، راه صوتوا عليكم باش تخدموهم وباش توفروا لهم داكشي اللي كيحتاجوه هما والوليدات ديالهم. متابعينا الكرام، شكرا لكم وشكرا لتشجيعكم. نتلاقاكم ان شاء الله في مباشر اخر. الى اللقاء.